طوال الاشواط مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا الانطلاق الجميل في هذا الاندفاع الرائع. الشوط الثاني عشر تمت بعون من الله وتوفيقه، شوط خاص بالجعادين. مسافتنا المعتادة والمقررة هي الكيلو ونصف الكيلو في هذا الصباح الجميل، نسير مع الصدارة، نتابع البداية والشقب. من افتتح إذاعة هذا الشوط لمحمد بن حسين بن محمد الجرحى بالمري على صدارة هذا الشوط. ننطلق مع المركز الثاني كي أرى سراب لعبد الله بن ثعيلب بن حمد الهايري، بينما إذا انطلقنا مع المركز الثالث بأرى القدوم لمياس لمحمد بن مبارك بن محمد الاكتبي، وخامسا التحديات للشارد بشعار أحمد بن خليفة بن سلطان بن رشيد. المركز الخامس، المركز الخامس شاهين المسري بن سالم بالعرطي الحميري ينطلق مع المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ولكن نعود مع الصدارة والتحديات، التحديات مستمرة، الانطلاقات رائعة والشقب من يقود المجموعة. الشقب على الصدارة محمد بن حسين بن جرحب، ولكن من الجانب الآخر، من الجانب الآخر أرى هناك أيضا التحديات لهملول بالشعار أحمد بن محمد بن كراز. نتابع الصدارة، نتابع مقدمة هذا الشوط مشاهدينا متابعينا الكرام. يا سلام، أرهني أيضا من قاد المجموعة في هذه اللحظات مجهول، ولكن نتابع الصدارة، نتابع المقدمة، وأرهني مياس مع المركز الثاني محمد بن مبارك. محمد بن مبارك بن كريثم الاجتبي مع المركز الثاني، ومع المركز الثالث أرهني المصير لمحمد بن سالم بن راشد المزروعي. اللحظات الأخيرة، التحدي الأخير، ومياس، مياس على الصدارة. تهاني لسيف بن محمد بن مبارك بن كريثم الاجتبي على فوز مياس بالمركز الأول. المركز الثاني لمحمد بن سالم بن رقراق المزروعي، المركز الثالث مجهول، والمركز الرابع والخامس بن حيلم لأعضاء خط النهاية. نعود مع التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام، دقيقتين 16 ثانية. تهانينا للسيف بن محمد بن مبارك بن كريثم على فوز مياس بالمركز الأول.